الكثير ولا لا يا بنايه؟ والله صحيح حقيقة. المجلس هذا مجلس ذكر ومجلس فيه فوائد وفيه موعظ، ما تخرج منها الا فائده. اكبر فائده تستفيدها الانسان سواء المشاهد او المستمع او اللي حاضر في المجلس، في اخر المجلس نقوم وايش؟ مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. هذا المجالس التي يذكر الله عز وجل، تحف الملائكه وتغشاها الرحمه وتنزل عليها السكينه ويذكرها الله عز وجل في من عنده، ففي اخر المجلس هي الجائزه الكبرى. دائما الاعمال بالخواتيم، فلذلك يعني كل انسان حقيقه يحرص، كل مسلم يحرص على هذه المجالس اللي فيها ذكر الله عز وجل، لان عظم المجلس من عظم من؟ من عظم اللي يذكر فيه. يا سلام. اي نعم. فذكر الله عز وجل في هذا المجلس، تعظيم الله وتجليل الله عز وجل والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، كيف الله ربع السماء وبسط الارض ونصب الجبال. الله عز وجل يقول: افلا ينظرون الى ابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والارض كيف سطحت. فبعدها فذكر انما انت مذكر. نعم. فيقول الشاعر، يقول: في كل شيء له ايه تدل على انه واحد. فيا عجبا كيف يعصي الإعلام، كيف يجحده الجاحد. الله يعني كل الآن اللي في هذا الكون قدامك، صنع الخالق سبحانه وتعالى، ما في عيب، صنع المخلوق. أصل المخلوق، المخلوق ما يخلق، يصنع من موجودات الله عز وجل يوجدها في هذا الكون. فخلق الله عز وجل ما ترى فيه أي عيب، لكن صنع المخلوق دائما فيه نقص. فكل سنة يجي شيء جديد، وكل سنة يجي عمر. والله تحداهم أن يخلق إيش؟ بعوضة. نعم. تحداهم الله عز وجل نخلقها حشرة الصغيرة ذي، تحداهم الله عز وجل فيها. نعم. ما يصلحون، لكن ما يقدرون يعني ينفخون فيها الروح، ما يقدرون يجعلون فيها، يجعلون الإنسان، لكن ما يقدرون الروح ذي، ما حد يقدر إلا الله عز وجل. سنكون الروح، كل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. الله. فلذلك المخلوق يوجد أو يعني يصنع هذه الأشياء من موجودة الله عز وجل، وجدها في هذا الكون. حديد موجود، جميع المعادن موجودة، الله يوجدها في هذه الأرض. فالمخلوق يأخذها ويصلح منها، يشكل منها ويكون منها، لكن ما يقدر يخلق شيء جديد، لأن يعني الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، ما أحد غيره يختص في هذا الشيء. لذلك الآن الإنسان دائما يعظم الله عز وجل، إذا شاف عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى يأتي عنده عظمة الله سبحانه وتعالى. يا سلام. إيه نعم. كان المشركين قبل الإسلام إذا ركبوا الفلك إيش؟ دعوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نزلوا إلى البر إذا هم يشركون. أسأل الله السلامة. لذلك دائما الإنسان يسلم منواله، المسلم دائما منواله واحد. ما هو فرخ ذاك الرعى سلم عندما كان رديف الغلام، إيش قال يقول له؟ أحفظ الله أحفظ يا غلام أحفظ، والله هذا المفروض كلنا نعلم عيالنا فيها. يا سلام. يا غلام أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء، يعرف في الشدة. كان أيام الطلبة من أول إلى أجل اختبارات، ما شاء الله، حتى قيام الليل إلى الحين شايف، حتى قيام الليل يا ربي يا ربي، وليها من انتهى ونجح خلاص، ترك قيام الليل يصلي، لكن قيام الليل من أول يتهجد. لذلك يقول: إذا سألت بعدها فاسأل الله، لا تسأل غير الله عز وجل، لأن المخلوق ما عنده شيء، كل شيء بدبرة الله. وإذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. اي نعم. فلذلك كل ما الانسان ياتيه من اقدار الله عز وجل ومن ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، هذا رفعته من درجته. الله عز وجل يقول: لنبلونكم شيئا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وش بعدها؟ وبشر الصابرين. تخيل اقول يقول لك مثلا الملك بشر، ابشر، شايف تستانس ولا ما تستانس؟ لا والله خلاص. كيف ذا ملك الملوك يقول لك ابشر وبشر الصابرين؟ يا سلام. بعدها وشنو هو؟ الذين ايش؟ وبشر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله انا لله وانا اليه راجعون. احنا من اللي خلقنا؟ يا سلام. خلقنا الله سبحانه وتعالى. لا ما احد يستطيع ايجادك، ولا احد يستطيع يتدخل في حتى في تغذيتك في بطن امك. يا سلام. الله عز وجل. لذلك هذا لابد الانسان يكون دائما يطلب حاجات من الله عز وجل ويعمل الأسباب. احنا مأمورين بعمل الأسباب، لكن لا ننسى رب الأسباب سبحانه وتعالى، دائما نتوجه الى الله عز وجل. صحيح. اقول مسبب الأسباب. نعم. لان الاعتماد على السبب شرك، وترك الأسباب معصية، والأخذ بالأسباب واجب. لذلك احنا ناخذ بالأسباب، الإنسان دائما يستعين بالله سبحانه وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر لجئ ايش؟
إلى الصلاة. إلى الصلاة نصلي نقول يا ربي تكفى هذا الطريق يا ربي، ونستخير الله عز وجل في كل أمور حياتنا. وإذا منا عملنا الأسباب وحصلنا شيء نعرف أن هذا قدر الله عز وجل، وأن الله عز وجل يريد بخير لنا. لو حصل شيء خلاف ما نريد فنعلم أن هذا خير ونرضى بما قدر الله عز وجل. صحيح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وإيش؟ نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا